بتعرف شغله موسى، هذا المكان كثير حلو. منيح يلي اجينا، كانه ما في بالدنيا غيرنا نحن الاثنين. عن جد مرتي منيح اللي اجينا. قلت مرتك؟ ايه. انا خليني اشوف مين زينب. شوف شوف، طبعا اكيد حدا مهم. هذا مروان عم يتصل، واكيد بيكون في شيء ضروري. زينب لحظه، واسراء عم تتصل فيني. تمام ردي، خلينا نرد عليهم. الو. ايه مروان. الخانم حضره ورقه، ورقه بالتراضي. قال شو هذا الطبيعي؟ وانت كمان اجازه سعيده اخي، بس ما فهمت ورقه شو اللي عم تحكي عنها انت. ورقه طلع زينو، ورقه طلع شو بده يكون يعني؟ قال شو بيخلي المحامي يشوفهم وبعدين بيوقع وهالشغله بتنتهي. ليكي على هالكلام، ليكي عن جد رح يجنني هالخليظ. كان لازم وقع عليها فورا، بس ايدي ما طاوعتني ايدي، اجلت القصه للمحامي. هاد كان الجواب الوحيد اللي بعطيها يا موسى. يا بنت لك بلا سخافة، طلاق شو هاد؟ ورقة شو هي اللي عم تحكي عنها؟ شو جنيتي؟ لا زين، وأنا ما جنيت. ليش لحتى جن؟ رحت لعنده وقالت بركي بيحس بالغلطة يلي عملها، بيقوم بيخزق أوراق الطلاق وبيرميهم. لك أنا اللي هبلة من كل عقلي، رحت لعنده وقلت هلأ بيقول لي إنه سامحيني إسراء ولا تعملي هيك، أنا ما بقدر عيش بلاكي بنوب. بيقوم بيقول لي إسراء وانتي رايحة تركي مفتاح البيت. لك سمعتي على هالكلام؟ سمعتي أنا عن جد رح أجن منه. هالمخلوقة من زمان متخلية عني يا موسى، بقلم واحد وبدون رحمة حذفتني من حياتها، طلعت انتي هلقد عندها، هلقد ها هلقد بس هلقد. هلأ انتو الاثنين عم تتصرفوا بعجلة كتير كبيرة، طولوا بالكن علينا. دقيقة، انا ليش ما عم وقع عليها؟ انا خليني وقع عليها واخلص منها وتعمل يلي بدها اياه بالمحكمة. اخي اصحك 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 اصحك، وقف اصحك، توقع على هيك شيء ابدا اوعى. بس انا هلا بعرف شو بدي ساوي زينو، بدي روح على الشركة فورا وقدم استقالتي مشان ما عاد تشوفوا شو الغليظ مرة تاني، ولا خليه يشوفوا شيء بالمرة. اصحك اصحك، تعملي اي شيء ابدا، اهدي شوي بس لشوف شو صار. لا انا رايحة اقدم استقالتي فورا، بدي اكتبها واقدم له اياها واخلص من كل هي القصة. شو صار؟ شو بدنا نعمل؟ مالي عارفانه شو بدنا نعمل. موسى انت معي؟ عم تسمعني زينو؟ عم تسمعيني زينو ولا لا؟ وينك؟ شو بدنا نعمل؟ هدول مقررين انه يطلقوا على الاخر. خبره انه يجي بسرعه لهون. اسراء ليك اخي، شو لازم نعمل؟ بتحمل حالك هلا وبتجي لعنا فورا، تقعد معنا وبنعمل مقارنه للوضع بهدوء، شو رايك؟ ومنه انت بتشم هوا نقي وبتريح وبتروق حالك شوي. ليك بتجي لهون، بنشرب القهوه، بنطلع لبرا شوي، بنتمشى، بناخذ اكسجين وبنروق على حالنا. بعدين قريب عليك ساعة ونص ودغري بتوصلي لعندي. إذا لقيتي حالك بعدك مقرر على الطلاق تمام، وقتها بوعدك ما رح قلك أي شيء. أنتو بشهر العسل ما بيصير هيك شيء. لا بيصير بيصير أخي. وبعدين أنت رح تمرق لعنا شوي مو أكتر، ونحن ملينا كتير. بعدين رح أبعت لك الموقع معلم، وأنت تعال بسرعة. طيب زينو، والله فكرة حلوة، وأنا بحاجة كتير لحتى أحكي معك، بعد شوي وبمشي بعدين. تمام يلا ناطرتك، ما تتأخر كتير. باي باي. الوضع فظيع. ايه والله يا حبيبتي موسى، لازم نعمل المستحيل ونصالحهم، وإلا ما رح نرتاح أنا وياك. يعني ملاحظ ملاحظ، بس شو بدنا نعمل؟ الاثنين معصبين من بعض كتير وما عم يهدوا. يعني بصراحة أنا عندي فكرة. وهي اجيت وجبت لكم معي شاي السخن، تفضلي يا قلبي. شكرا زينو. صحة وعوافي. وتاري المكان حلو كتير. بالله شايفة، ونحن حابينه كتير. عن جد انتو ناس ما في منكم بتطيروا العقل. بشكر الله انك رفيقتي زينو، يعني حتى بشهر العسل تبعك عزمتيني لعندك وعم تسمعي مشاكلي وهمومي اللي ما بتخلص. يعني والله ليش الكذب، حتى البعد عن مروان فادني كتير، يعني البعد عنه نفسيا ما بتتخيلوا قديش مخليني مبسوطة ومرتاحة. حلو كتير، شي بجنة ما هيك؟ هاي سيارة إسراء. لا طالما حضرتك بدك تطلق وحابب انه نحن ننفصل وبدك توقع على اوراق الطلاق، لكن لشو عم تجي على بابي وتقلي بحبك وما بعرف شو وما بقدر بعد عنك ومن هذا الكلام؟ لكن ليش لما بجيب لك اوراق الطلاق بتقلي انه بدي احكي مع المحامي؟ غلطانه شي انا؟ يعني 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 شوي شوي يعني. بس هي اجا مروان. اهلين اخي، كيفك؟ انا ما كنت بعرف انك هون، والا انا على كل حال انا خليني اروح خليني اروح. وانت برافو عليك يا موسى. لا اخي برافو عليك برافو عليك. اعطيني هدول. لا مروان بيك ما في داعي تروح، انت جاي من طريق طويل كتير، انا صار لي فتره قاعده هون. معلش زين، وانا بمشي مو مشكله. مالك رايحه على مكان؟ خلص خليني ليش يا اخي، عدو خلص روح. انا مو مشكله، عدو زين وخليني امشي. عم اقول لك
يعني نحن عملنا هيك مشان تعدوا تحكوا مع بعضكم. بشو بدنا نحكي زينو؟ ما في شي نحكي فيه، خلص ما عاد في شي. طبعا هيك ما بتعرف تحكي، بس بتعرف تجيب الوراق وتحطهم قدامي وتقلي وقع عليهم. الانسان بيسأل وبيقول شو صار بهديك الليلة وشو قالك لحتى جنيت كل هالقد. بس لا تمام مروة، رح اسألك سؤال، شو صار هداك اليوم؟ شو قالك لحتى جنيت وعملت هيك شي؟ الانسان مشان يمسك الانسان الثاني وينطحه براسه لازم يكون في عنده سبب منطقي. لشو عملت هيك؟ ممكن تقلي لشو عملت هيك؟ ليكني انا عم بسمعك. تأخرتي، كان لازم تسأليني قبل ما تجيبي الوراق، بس تأخرتي. تمام، اقنعتني والله. لو سألتيني بس كتير. إيه لا تقول شي، بس خلص مشي الحال. وين راحوا؟ راحوا، تركونا عملوها فينا وراحوا. وين راحوا؟ راحوا. قول زينو اطلع، وقفوا زينو. موسى، لوين؟ موسى لوين؟ موسى شو تعملوا؟ موسى افتح، خلينا افتح الباب يا اخي، افتح الباب. عم قلك افتح اخي، احكوا حاولوا تقولوا امورهم بين بعضكم. ما تعمل شيء يا اخي، ما تعمل شيء. موسى افتح الباب، موسى لك وعي. باي باي. يلا فيني اهدى انتوا مشاكلكم بالرواق. يلا بوساتي لكم انتوا الاثنين، باي باي. لا وطالعة حالة من شباك السيارة وعم بتقلي حلوا مشكلتكم بالرواق وعم تحكي بغلاظة. يعني هدول الاثنين تركونا وراحوا هلا؟ بالضبط. سخافة سخافة كتير. لجيب موبايلي واحكي معهم وخليهم يرجعوا بسرعة. مروان شنطتي ما لهون وانا ما بقدر اتصل فيهم، ممكن تتصل فيهم انت من موبايلك؟ ما في، ما بقدر اتصل لانه موسى اخذ تليفوني ومفتاح السياره واخدين شنطتي كمان. انا ما عم صدق، ما عم صدق انه تركونا لحالنا وراحوا. المهم بظن بعد ساعه ساعتين بيرجعوا، بالنهايه هن اجوا على شهر العسل لهون، ما هيك؟ ممكن. صح بيرجعوا ونحن بنتحمل بعض على بين ما يرجعوا لعنا. نتحمل. تعرف حبيبي، منيح كتير يلي عملنا هيك، هنن اتنين بحاجة انهم يعدوا يحكوا مع بعض. ايه حبيبتي هيك بالضبط. ايه ونحنا شو بدنا نعمل؟ وهي انا كمان حليتها يا حبيبتي، لقيت فندق قريب علينا منهم وفي عندهم سبا ورياضة وعندهم بوفيه مفتوح كمان، ورح اترك الحساب كله على مروان، يعني برأيي نحن بنستحق هذا المشوار. فيه سبا قلتلي؟ زوجي ذكي انت، يقبرني. ايه طيب، لكن الصبح منروح مناخدهم بيكونوا تصالحوا هنن اتنين من زمان. ايه بالضبط. خليني اتصل بمحاسن ياخدوا اطلس من المدرسة. ايه تمام، اتصلي وخبريها بلا ما ننسى الصبي. صحة وعوافي. شكرا على قلبك. تكرمي. ايه زينو؟ محاسن؟ ايه حبيبتي، انتو مو في شهر العسل لشو اتصلتي؟ صاير شي يعني؟ لا حبيبتي ما صار شي، اهدي، يعني ما في شي صار مثل ما خططنا له، بس ان شاء الله كله رح ينحل. ليكي بتعرفي لشو اتصلت فيكي؟ نحن عم نحاول نصالح اسراء ومروان، يعني انا بعدين بفهمك تفاصيل الخطه، بس ضمن الخطه انتوا تروحوا تاخذوا اطلس اليوم. تمام. ايه تمام، هي ما فيها مشكله ابدا، بس ان شاء الله يا بنتي ان شاء الله يتصالحوا هالولاد ويبطلوا عنادهم ويعيشوا مع بعضهم مبسوطين بقى. والله تعبنا. والله يا محاسن انا متاكده انهم رح يتصالحوا. المهم انا هلا خليني ارجع اشوف زوجي شوي واقعد معه بعدين بحكي معك وبطمن عنك. ماشي محاسن؟ ايه يلا موفقه بنتي. يلا يا رب ان شاء الله. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.